طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، تفضل. شيخ محمد حسان. اي نعم. شيخ اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، الله يبارك فيك. شيخ بس لدي سؤالين. نعم. السؤال الاول. تفضل. ما حكم اهداء القران الى الاموات؟ نعم، ما حكمه؟ نعم، سورة الفاتحة وختم القرآن أي نعم. طيب، الفتحة وختم القرآن للأموات. حاضر. أي نعم. طيب، السؤال الثاني. نعم. الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. ليستدل البعض بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلا يستدل به أم لا؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك على اتصالك. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضلي. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا، تفضلي يا اختي. كنت عايز اسال حضرتك في موضوع. نعم. ربنا يعزك يا رب. عندي اختي الكبيره، عملت المشروع بتاع أرض ابن بيتك لأختي الأصغر منها. نعم. وحصلت عملته لها كده لوجه الله، لأن هي كانت تظروفها المادية ساعتها تعبانة. يعني أختك الكبيرة عملت لأختها الصغيرة مشروع ابن بيتك؟ آه. كويس. وجت الأرض فعلا، وراحت أختي الصغيرة أخدتها. وحصل مشاكل بعد كده، سمعني شوف محمد؟ أي نعم. وجت بعد كده حصل مشاكل ما بين أخواتي البنتين، وجت اختي الكبيره اللي عملت لها الارض قالت لها لا مش هديك الارض. نعم. حصلت مشاكل جامده جدا لدرجه ان وصلت ان مثلا الحكومه منزله دعم 15000 جنيه، فقالت خلاص انا هديك ال 15000 جنيه اللي هي الدعم بتاع الحكومه مقابل انك انت تسيبي لي الارض. نعم. فاتفقوا فعلا على كده، وراحت عملت لاختي دي طبعا عن طريق جوزها، عملت لجوز اختي توكيل وتنازل عن الارض مقابل ال 15000 جنيه دي. وبعد ما عملت له التوكيل والتنازل بدأ يهددها بحاجات جامدة جدا مقابل ان هي ترجع له تاني ال 15000. فحصل موضوع عندي ما بين الاثنين وبعضيهم، هي تقول لا انا مش هرجع لها ال 15000، والتاني يقول لا انا مش هسيب جنيه من ال 15000. فحصل مشاكل جامدة جدا. ليا اخ عشان يحل المشكلة دي راح دفع هو الفلوس دي من جيبه لجوز اختي اللي هي واخده الارض. نعم. فدلوقتي عايزين نعرف وضع ال 15000 بالنسبه، وضع ال 15000 بالنسبه لاختي الكبيره اللي هي واخداهم دول مقابل الارض اللي سابتها الاخت الصغيره، هل كده حرام ولا ايه بالظبط؟ طب انا عاوز اتاكد، الصغيره واخداها دي حرام؟ عاوز اتاكد من حضرتك من شيء. الاخت الكبيره لما اخبرت اختها الصغيره بانها ستشتري لها الارض، اشترت لها الارض واعطتها اياها بالفعل؟ تمام. واستلمتها؟ استلمتها. طيب. باسمها هي وراحت عطيها الأرض. خلاص، يعني كانها وهبت هذه الارض منها لاختها الصغيره لظروفها. خلاص. طب حاضر. ساجيبك ان شاء الله، ساجيبك ان شاء الله. طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك انا دلوقتي كنت واخده شقه من قيمه تيجي 7 سنين ولا 8 سنين، اوضه وصاله. نعم. الشقه ديت دفعت جزء فيها لحد 2006 بس، ولا خدت عقد ولا حاجه ولا كمبيالات، يعني الراجل كان ايه عذر ظروفي. بعدين بعد ما انا خدتها دفعت لحد 2006 وجالي المرض الوحش، فقعدت اخد كيماوي وكده، وجيت ل 2007 كنت لسه باخد كيماوي وما دفعتش فلوس. في 2009 قعدت ادور على الشركه وكده لحد ما عثرت عليهم، وبعدين لما عثرت اتصلت بصاحب الشركه قال لي انت نصيبك مش من معايا. قلت له طب انا اعمل ايه؟ انا عليا 8000 جنيه، ممكن اللي نصيبي معايا ادفع 4 ويتفضل 4؟ قال لي طب خلاص هساله. ساله قال لي طب خلاص، قال لي هنبعت لك واحد كل يوم اتصل بيه. الواحد ده ما جاش. وبعدين اتصلت بيه تاني قال لي انا اتصلت بيه وهو طنش. فاتصلت بيه قلت له طب امان عليك لازم تشوف لي الموضوع ده حل. قال لي حاضر. اتصلت بيه تاني قال لي بص هو مطنش وكده وعارف انك انت تعبانه وكده، فمش عارف بقى. قلت له طب اعمل ايه؟
قال لي خلاص. قلت له طب انا الفلوس كده بستهلك؟ قال لي استهلكيها زي ما انت عايز. قلت له طب ذنب في رقبتك؟ قال لي خلاص مالكيش دعوه. طب الاخ اللي بيقول لك ده صفته ايه؟ هل هو صاحب الشقه؟ صاحب الشركه كان صاحب وانا واخده منه اصلا. صاحب الشركه اللي انت اشتريتي منه الشقه؟ ايوه. كويس جدا. حاضر. لا شيء عليك ان شاء الله ما دام يعني الرجل سامح في حقي فلا شيء عليك. بس هو اللي سامح، بس اللي انا اللي هو بيقول لي نصيبي منه انا ما اعرفوش. إذا كان ده راجل مسؤول بيتكلم باسمي بلسان صاحب الشركة وقال لك أنه عارف ظروفك الصحية ومتنازل واستهلك الفلوس كما تريدين، فجزاه الله خيرا ولا إثم عليك إن شاء يعني الله أنا تعالى. طب معايا واحد في الشغل يعني امبارح راح أحلل قال لي لا ده أنت كده حرام عليك وخوفني. بالضوابط اللي أنا بقولها لحضرتك دي، إذا كان الراجل المسؤول ده راجل مسؤول عن الشركة وبيتكلم هو بلسان. هو كان مسؤول وأنا واخده منه، ما عرفش اللي هو قال لي عليه خالص، ما شفتهوش. طيب ولا أعرف عنه حاجة. خلاص إذا كان بيتكلم باسم صاحب الشركة اللي انت اشتريت منه لمعرفة لظروفك الصحية فهذه يعني صدقة من الرجل كما فهمت من كلام حضرتك الآن، وأسأل الله أن يأجره ولا حرج عليك إن شاء يعني الله. يعني أنا بالأمانة ما فيش وزر علي ولا ذنب إن شاء الله، بس بالضوابط اللي أنا بقولها دي. طيب طب في حاجة تانية بعد إذنك. نعم. يعني في واحد جبنا له يعني جبنا الوحدة زميلتنا شقة، لما جبناها الرجل اللي هو السمسار ده رضاني ورضى زميلة ليا من وراها كده، انا حرام برضو عليا ولا اعمل ايه؟ لا معلش قولي تاني اللي ايه. يعني في زميله لينا جبنا لها شقه معانا، فلما جبنا لها الشقه السمسار ده هو جابها لها، لما السمسار جابها لها رضاني انا ب 500 جنيه ورضا زميله ليا ب 500 جنيه. طيب هو اعطاك المبلغ بناء على ايه؟ على اساس ان انت اللي احنا جبنا له واحده، جبت الزبونه يعني. خلاص ان شاء الله ما فيش باس بالامانه يعني ان شاء الله ما فيش حرج باذن الله تعالى. يا رب يكفيك شر المرض، ربنا يكرمك ويشفيك ويعافيك. طيب استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام.